تفجير انتحاري يستهدف الحوثيين في مدينة إب وسط اليمن. الانتحاري فجر حزامه الناسف في قاعة المركز الثقافي، حيث نظم الحوثيون تجمعا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. قتلى وجرحى سقطوا جراء التفجير، في حين أكدت مصادر للجزيرة نجاة محافظ إب يحيى الإرياني الذي كان حاضرا إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين. وأشارت مصادر طبية إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. وعلى الفور طوق المسلحون الحوثيون مكان الانفجار ومنعوا المواطنين من الاقتراب. ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة تفجيرات استهدفت الحوثيين في اليمن، لاسيما في محافظة البيضاء وأرحب شمال صنعاء. وكانت محافظة إب شهدت على مدى الشهرين الماضيين اشتباكات بين مسلحي القبائل وجماعة أنصار الله التابعة للحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول الماضي، ليمتد نفوذهم بعدها إلى مناطق واسعة من البلاد. تفجير انتحاري يستهدف الحوثيين في مدينة إب وسط اليمن. الانتحاري فجر حزامه الناسف في قاعة المركز الثقافي، حيث نظم الحوثيون تجمعا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. قتلى وجرحى سقطوا جراء التفجير، في حين أكدت مصادر للجزيرة نجاة محافظ إب يحيى الإرياني الذي كان حاضرا إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين. وأشارت مصادر طبية إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. وعلى الفور طوق المسلحون الحوثيون مكان الانفجار ومنعوا المواطنين من الاقتراب. ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة تفجيرات استهدفت الحوثيين في اليمن، لاسيما في محافظة البيضاء وأرحب شمال صنعاء. وكانت محافظة إب شهدت على مدى الشهرين الماضيين اشتباكات بين مسلحي القبائل وجماعة أنصار الله التابعة للحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول الماضي، ليمتد نفوذهم بعدها إلى مناطق واسعة من البلاد.